ورحمه الله. صباح الخير، صباح الورد والياسمين والسعاده عليكم حبايبي. النهارده ان شاء الله هنعمل الكوفيه دي. اخدت نص شله خيط بس، ولا اسهل ولا اسرع من كده. نص شله خيط معاكي ساعه تعمليها واسرع كده مفيش. هعمل لكم ايس كاب نفس الغرزه برده بطريقه جميله، يا نزلوا قبليها يا بعديها على حسب هنشوف الجدول بتاع الفيديوهات. المهم يعني هتنزل وراها او قبليها. الكوفية دي تلبس مقاس كبير، وبرضو احنا عاملين قبل كده حاجة شبه كده برضو تلبس مقاس اطفال. طولها اقول لكم دلوقتي، فكها كده. طولها حوالي 42 سنتي، طبعا قسمها نصين فطولها كلها 84 سنتي، وعرضها حوالي 13 سنتي. سهلة وسريعة. انا عن نفسي بحب الكوفيات اللي هي بتبقى مقفولة محكمة الغلق، مش المفتوحة، علشان احسن في اللبس والتدفئة. بصراحة توفير خيط، توفير مجهود، وقت اسرع، ومتاخدش خيط كتير، وبتبقى محكمة الغلق على الرقبة، متقعدش تطير وتدخل هوا، ده بيجيب على طول التهاب في الزور. فالمفعولة دي افضل واسرع واسهل. ونبتدي بسم الله. بسم الله هنشتغل بخيط متوسط السمك، يعني مقاسه متوسط. هيبصي بيبقى مكتوب عليه مقاس رقم 4، تمام المقاس الخيط. وهنستخدم ابره رقم 5 ملليمتر، ايا كان بقى نوع الخيط اللي انت هتستخدميه. في ناس بتبقى بره مصر مش عارفه يبقى قد ايه سمك الخيط. بصي اهو بالتقريب باينه ولا ايه كده، حوالي 2 ملي. تمام بسم الله. هنمسك الخيط، الفتلة القصيرة هي الناحية دي، الفتلة الكبيرة هنا. هنعمل الإبرة كده وهلفها كده، وهناخد لفة. أنا كده عملت عقدة بداية. أنا طبعا متعودة أعمل لكم عقدة بداية معينة، بس النهاردة عشان تبقى تعرفوا كذا عقدة بداية. هنعمل 120 سلسلة، تمام. هنعد بقى 1 2 3 4 5، هكملهم 120 سلسلة. بعد ما عملت 120 سلسلة هتنيها نصين كده، اهي نصين، وهقيسها بالمزورة. المفروض ان هي تطلع معايا 84 سنتي، طبعا بالطول، فهتطلع معايا لو اطول شوية مش مشكلة. دي كده معايا حوالي 36 او دي كده، اما 3 نصين حوالي 40 سلسلة. 36 كنت عاملاها بابرة اصغر، فانا غيرت الابرة، عملتها بابرة 5، كنت مجربة 4.5 يعني. وكده هتبقى 40 سلسلة، تمام 40 سنتي. انت اعملي 120 سلسلة وتبقى 40 سنتي تقريبا النص، يعني هي تبقى حوالي 80 سنتي، حاجة 80 سنتي. طبعا اللي بتشتغلي فيها بيفرق عن السلسلة، عشان السلسلة بس دي بتمط. قطر رقم 1 هنعمل سلسلة واحدة، هاخد لفة وهعد من بعد الإبرة
هسيب سلسلة واحدة وهشغل في السلسلة رقم 2، هاخد الحلقة دي كده، هاخد لفة واطلع لفة واطلع من الثلاث حلقات. انا كده عملت نص عمود، هجيب علامة واعلم اول واحدة عندي، هاخد لفة وادخل في سلسلة تانية، لفة معايا ثلاث حلقات، هاخد لفة واطلع منهم الثلاثة، انا كده عملت نص عمود، هاخد لفة وادخل في السلسلة رقم 3، لفة معايا ثلاث حلقات، هاخد لفة واطلع منهم كلهم، لفة وادخل في السلسلة اللي بعديهم، لفة واطلع، لفة واخرج من الثلاث حلقات. انا كده ماليش دعوة بالسلسلة الارتفاع اللي انا عملتها، هاخد لفة وادخل في السلسلة اللي بعديها كده، لفة واطلع معايا ثلاث حلقات، هاخد لفة واطلع منهم كلهم. كده عملت نص عمود، ماليش دعوة بالارتفاع، نص عمود، 2 3 4 5، هكملهم 20 نص عمود، 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20، عملت 20 نص عمود، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. تمام، هعمل سلسلة واحط هنا علامة، كده عملت سلسلة واحدة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هاخد لفة وهعد من تحت، انا دي اخر واحدة اشتغلت فيها، هعد بقى من تحت من جنبيها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هدخل في رقم 11 واعمل نص عمود، هاخد لفة، لفة واخرج من الثلاث حلقات، يبقى انا كده عملت 20 نص عمود، 10 سلسلة، 16 سلسلة من تحت، وهعمل نص عمود، هدخل في كل سلسلة كده واخد لفة، لفة واخرج من ثلاث حلقات، عملت نص عمود، لفة وادخل في السلسلة اللي بعديها، لفة واخرج، لفة واطلع من ثلاث حلقات، لفة وادخل في السلسلة، لفة واطلع، لفة واخرج من ثلاث حلقات، في كل سلسلة هعمل نص عمود لغاية ما اوصل لغاية اخر السطر، يعني هيبقى عندي 90 غرزة نص عمود، هشتغل كل ده نص عمود. خلصت السطر كله، عملت كل ده نص عمود، تمام، هشتغل السطر رقم 2، هعمل سلسلة، هلف الشغل، هاخد لفة هنا، بصي بقى عندي هنا في حلقتين، هنا في بصي السلسلة دي ودي، شايفاها السبعة دي، تمام، انا هدخل في اللي ورا دي وهسيب اللي قدام، هاخد لفة، لفة واخرج من الثلاث حلقات، وهعلم اول غرزة،
هاخد لفة، عندي حلقتين فوقهم، هدخل في الورا بس، باخد لفة لفة واخرج من 3 حلقات، لفة وهدخل في الحلقة اللي ورا دي، لفة واخرج، لفة 3 حلقات، لفة وهدخل في الحلقة اللي ورا بس، لفة واخرج، لفة 3 حلقات، لفة وهدخل في الحلقة اللي ورا، لفة واخرج، لفة واطلع من 3 حلقات، لفة وهدخل في الحلقة اللي ورا، لفة وهخرج، هعمل لغاية السلاسل نص عمود في كل حلقة. عملت 90 حلقة او 90 غرزة. وركزي بقى معايا في الجزئية دي، هنا دي اخر غرزة في 90 هنا، تمام؟ هاخد لفة وهعمل في اول سلسلة دي هنا، وهعلمها هاخد لفة، هعمل العشرة اللي تحت دول اللي انا كنت سايباهم من تحت، تمام؟ هاخد لفة وابتدي اهي العشرة اللي هما كنا سايباهم من تحت، تمام معايا؟ انا هنا لسه فوق اهو، هاخد لفة وهسيب اللي انا شغالها من فوق دي، وهبتدي اللي هي في الاولى تحت، واعمل لفة واعمل نص عمود، دي واحد، واعمل نص عمود في اللي جنبيها، نص عمود في اللي جنبيها، نص عمود في اللي جنبيها، هعمل العشرة كلهم، اخر واحدة اهي، وهعلمها برضو، اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، خلاص عملت العشرة اللي تحت، هاخد لفة وارجع لفوق اللي هو انا شغالة، السطر اللي انا شغالاه اهي كده، هلف وقف دي كده تاني، واشتغل في الحلقة الخلفية، واعمل نص عمود، هعمل في نص عمود في كل حلقة خلفية من الحلقات اللي هما ال20 اللي باقيين عندي، لغاية فين؟ لغاية الستيتش ماركر، العلامة اللي انا حطاها في اول السطر هنا، اخر واحدة دي اوعي تنسيها عشان العدد بتاعك ما يقلش، تأكدي ان هما 20 حلقة، 20 غرزة من اول هنا اهو، وده كده السطر التاني. سطر رقم 3 هنعمل سلسلة، هنعمل سلسلة وهنلف الشغل، هاخد لفة عندي هنا برضو، شايفين الحلقتين دول اهي دي ودي، هدخل في الحلقة اللي ورا بس، واخد لفة لفة واخرج من 3 حلقات، وهعلم اول غرزة دي، هاخد لفة وادخل في الحلقة اللي ورا، واخد لفة، لفة واخرج من 3 حلقات، لفة وادخل في الحلقة اللي ورا
بس لف واطلع، لف واخرج من 3 حلقات، لفة وادخل في الحلقة اللي ورا، لفة واطلع، لفة واطلع من 3 حلقات. هعمل في كل حلقة خلفية نص عمود لغاية ما اوصل لهنا، هو لأول ستيدج ماركر دي. وصلت للستيتش ماركر هنا، دول 20 غرزة نص عمود. هياخد لفة. بص بقى، احنا المفروض ده كده السطر، بقى السطر اللي احنا شغالين فيه انا هسيبه وابتدي في السطر اللي تحت اللي هو السلاسل ده. تمام، ادي الشغل كده اهو. هاخد لفة وهنزل عند السطر اللي تحت ده، هدخل في الحلقة الخلفية بس واعمل نص عمود، وهحط هنا الستيتش ماركر عشان اعلم اول غرزة فين. هاخد لفة واعمل في السلسلة اللي جنبيها ستيتش ماركر. ادي كده 2 لفة، وفي السلسلة اللي جنبيها نص عمود، لفة وفي السلسلة اللي جنبيها نص عمود، لغاية ما اخلص العشر سلاسل اللي عندي كلهم اهو. ودي هو ده اللي هيخليها صغير رفيعة من الجزئية دي. عملت 10 نص عمود ورا اهو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاخد لفة وهرجع بقى للسطر اللي انا كنت شغالة فيه فوق كده اهو. خلاص هحط الستيتش ماركر دي على جنب، وهدخل في الحلقة. هنا عندي حلقتين اهم برضو باينة كده. ادخل في الحلقة الخلفية اللي هي اول نص عمود هيقابلني، واعمل نص عمود، واحط العلامة فوق هنا اهو كده، اولي في النص عمود. اخد لفة وفي الحلقة الخلفية واعمل نص عمود، لفة وفي الحلقة الخلفية واعمل نص عمود، لفة في الحلقة الخلفية نص عمود، لغاية ما اخلص 90 غرزة اللي باقيين. بصوا اتعملوا ازاي، ده شكلها كده اخر السطر. اوعي تنسي اخر غرزة اللي فيها الستيتش ماركر دي، علشان لو نسيتيها هتلاقي المقاس الصغير بتاعك. تمام، هندخل هنا اهو، هعمل سلسلة سطر رقم 4، هلف الشغل، هاخد لفة، وبرضو عندي هنا السلسلة اهو من حلقتين، هدخل في الحلقة الخلفية بس، واخد لفة، لفة واخرج من 3 حلقات، واحط ماركر هنا هو في اول السطر. بكده تقدري تتأكدي ان عددك كله مظبوط، مفيش حاجة ناقصة فيه. هاخد لفة، عندي هنا حلقتين اللي هما اللي فوق، بصي كده اهو اللي هما من فوق دول، هدخل في الحلقة الخلفية بس، لفة واطلع، لفة واخرج من 3 حلقات، لفة وادخل في الحلقة الخلفية، لفة واطلع، لفة واخرج من 3 حلقات. هعمل نص عمود في كل حلقة من الحلقات الخلفية لغاية ما اخلص فين، اخلص 90 نص عمود، اشتغل لغاية ما اوصل للماركر ده. وصلت لحد الستيج ماركر، هعمل اخر غرزة اهي، اخر غرزة في العواميد الاساسية، النص عمود الاساسي. مكان الستيج ماركر المفروض هبدأ في الحلقة اللي هي دي، هسيبها واروح راجعة للي هي اللي تحت اهي. المفروض ان انا ماشية كده، لا هسيبها وارجع للي هي تحت. تمام، هعمل هنا اهو اول نص عمود، وهحط ستيتش، فين ستيتش ماركر عشان اعرف اولي تحت. هاخد لفة وفي الحلقة اللي السلسلة اللي جنبيها في الحلقة الخلفية برضو، وهعمل
نص عمود، هاخد كده الحلقة دي نص عمود لغاية ما اخلص العشر. العشر حلقات في حاجة عايزة بس الفت نظرك ليها، ثواني هعمل دي خلاص. انا كده هنا دي رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام. هنا لو تلاحظي ان هي هنا، بصي هنا السلسلة باينة هنا مش باينة، ليه؟ عشان احنا ضمناها، عشان كده دي بتبقى اصغر عشان تدي ليها زي كشكشة، ايه هو ملمومة يعني، فهمتي؟ خلاص انا عملت هنا ادي رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اهي اخر واحدة هنا في دي، وهعمل حط الستيتش ماركر في دي، يبقى كده حددتها. هرجع بقى لفين؟ هاخد لفة، هرجع اللي هو السطر اللي فوق اللي انا شغالة فيه في الحلقة الخلفية كده اهو، لغاية ما اخلص ايه العشرين نص عمود اللي في السطر اللي باقيين لغاية اخر السطر. واوعي تنسي الغرزة اللي فيها الستيج ماركر كل مرة، ايه اخر واحدة في السطر اوعي تنسيها هنا اهو كده. بصي بقى، بصي ملمومة ازاي. رقم 5 هعمل سلسلة وهلف الشغل، هاخد لفة وهدخل حلقتين اهم، هدخل في الحلقة الخلفية واخد لفة واطلع من الثلاث حلقات، وهعلم اول السطر عشان ما يتوش مني، ان الناس كتير بتنسى الحتة دي على فكرة. لفة وادخل في الحلقة الخلفية واخد لفة واعمل نص عمود، لفة في الحلقة الخلفية لفة واعمل نص عمود، لفة في الحلقة الخلفية لفة واعمل نص عمود لغاية ما اوصل للستيدج ماركر دي. هنا عملت لغاية ادي 20 غرزة، هنا بدل ما اكمل هنا هروح راجعة فين اللي ورا اللي تحت ده، هاخد لفة المكان اللي في الستيدج ماركر واروح داخلة الحلقة دي وعاملة نص عمود جديد، واروح واخده الستيتش ماركر واحطها فين هنا اهو في اللي انا واقفه فيها، واخد لف حلقه لفه وادخل في الحلقه السلسله اللي جنبيها ونص عمود في الحلقه الخلفيه اهي نص عمود، هكمل العشر اعمده دول، العشر غرز دول في ستيتش ماركر وقعت عشان مش مقفولة تمام. سهلة صح؟ ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خلاص. هروح حاطة الستيتش ماركر هنا اهو، واروح راجع فين هاخد لفة وارجع هنا اهو للي فوق، لفة واقفل كده. هكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لاخر السطر في الحلقة الخلفية، هنفضل نكرر ايه، طبعا هكمل لغاية اخر السطر، هنفضل بقى نكرر الاسطر لغايه ما توصلي للعرض اللي انت حباه يعني تمام. ايه اهم حاجه دي هتحافظي عليها مره، يعني هتشتغلي الدور مره هنا وبعدين ترجعي تشتغلي اللي في اللي تحتيه، اهم حاجه تشتغلي في اللي تحت لغايه ما تخلصي عدد الادوار اللي انت حباه، تفضلي كرري 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 لغايه ما توصلي للعرض اللي انت عايزاه.
كده ما بتاخدش خيط كتير وبتبقى محكومة على الرقبة، مش فكرة خيط على فكرة. انا بحب قوي الكوفية اللي تبقى مقفولة على الرقبة علشان الشخص كبير قوي الصغير ما يبردش وتبقى محكومة. ما بحبش كوشة تطير وتطير وتطير وتضايقني يعني. بس برضه احنا عاملين نماذج كتير مفتوحة تقدري ترجعي لها. هكمل ان شاء الله لغاية العرض اللي احنا عايزينه. بعد ما بخلص الكوفية بجيب ابرة بتاع التنظيف علشان ننضفها. طبعا بتشيل العرض اللي انت عايزاه بتمشي مع النسيج بتاع الشغل في نفس الاتجاه، وبعدين بترجعي تاني تريحيها كده عشان مع الاستعمال والغسيل ما تفكش. وقص الخيط الزيادة شدها كده ريحها، اهم حاجه تريحيها كده وبعدين تقص. انا اشتغلت اقول له دلوقتي كام، اشتغلت اللي هو العرض، اشتغلت دور 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انا استكفيت بكده. عايزه تكملي تكتري عن كده براحتك، بس انا شايفه ان كده كويس، انا مقاسها كده مناسب بالنسبه لي. تمام. عرضها بالمزوره، ايه المزوره اهي، عرضها بالمزوره تلتاشر سنتي، وطولها طبعا زي ما قلت لكم في الاول حوالي 42 42 و42، يبقوا 84 سنتي بالتقريب. يا رب يكون سهل عليكم. اهي بعملها كده، دي العدلة بتاعتها. انا بحب اوي الكوفيات اللي هي مقفولة لانها بتبقى محكمة، مش كل شوية تتفتح، الفتحة دي فيها مشكلة علشان البرد. يا رب يكون سهل عليكم. لايك وشير الفيديو، واحبكم جدا واشوفكم على خير في فيديو جديد. قولوا رايكم في التعليقات، وصلوا الايس كاب بتاعها هنزله ان شاء الله على طول وراها لو ما كانش نزل قبليها بامر الله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.